الراديو. أجي تشوف المغرب. المغرب زين البلدان. المغرب جنة بجبالها سهولها ويدانها ورمالها. المغرب تراث حضارة ومستقبل. أجي تشوف المغرب. أجي تشوف المغرب. جولة أثيرية في ربوع مغربنا الحبيب. أجي تشوف المغرب. راست إذاعي كيهتم بالتنوع المغربي السياحي مع صوفيا السعيدي كل يوم أحد ابتداء من الساعة 3 بعد الزوال والإعادة كل سبت ابتداء من الساعة 4 مساء على كاب راديو. مرحب بكم مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا في حلقة أخرى برنامجكم أجي تشوف المغرب، البرنامج اللي كيهتم بالسياحة الوطنية خصوصا في الظرفية الاستثنائية لصباح الرهان أساسي على السياحة الداخلية. احنا رهاننا هو أن نشجع المواطن المغربي يمشي يشوف مختلف المناطق المغربية اللي فيها تنوع وفيها كونتراست وفيها مجموعة من المعطيات اللي تخلينا مبهورين أمام سياحتنا الوطنية. اليوم غادي نحاول نعرفوا المنطقة الشرقية من خلال حضور السيد يوسف الزكي اللي هو رئيس المجلس الجهوي للسياحة ورئيس كذلك الجمعية الصناعية الفندقية للجهة الشرقية، نائب الرئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية. سيد زكي مرحبا. مرحبا بكم سيد زكي. اللي بغينا نعرفوا المنتوج ديال المنطقة الشرقية خصوصا احنا كنراهنوا في هذا الظرفية على تنوع المنتوج الوطني السياحي. اولا نشكر راديو كاب راديو اللي ديما في المواعيد، واعتقد انه الوضعية السنة ديالنا مختلفة عن السنوات الماضية، والوضع ديالنا حنايا كمهنيين في القطاع السياحي وضع صعب جدا للغاية، واعتقد ان انتعاش المؤسسات السياحيه كيفما كان نوعها من فنادق ومطاعم ومؤسسات مختلفه ربما مختلفه، وسوف ياخذ واحد الشكل طبيعي ديالو حتى العام المقبل ان شاء الله، وربما سيستغرق هذا الامر بضعه اشهر اخرى لاستعاده النشاط ديالها كما كان من قبل. وفي الحقيقة أنه هذه السنة بنينا الترويج على السياحة الداخلية، والسياحة الداخلية كما تعلمون مزدهرة قبل هذه الجائحة، يعني كانت هي عندها واحد النسبة ديال 30% ديال الرواج السياحي في عبر المملكة، ولهذا ارتئينا أننا نديروا الترويج للسياحة أولا الجهوية كمنطقة شرقية والسياحة الوطنية عبر المملكة. هذا هو الأدوية السياسة ديالنا هذا السنة إن شاء الله. طيب سي زكي، شنو اللي ممكن يجلب المواطن المغربي للجهة الشرقية، وكيفاش يمكن تحفيز المغربي أنه يجي للجهة الشرقية يعني كوجهة استكشافية خصوصا بالنسبة للناس اللي عمرهم مشوا لهذه الجهة، كيفاش ممكن نروجوا لها سياحيا؟ نقول لك شوف، الجهة الشرقية معروفة، هي غنية بالطبيعة ديالها والتاريخ ديالها والثقافة ديالها والناس ديالها كما جميع المناطق المغربية، إلا المنطقة الشرقية كتختلف، لأنه المنطقة الشرقية أولا عندنا عدة شواطئ معروفة على الصعيد الوطني وحتى الدولي، كان الشاطئ السعيدية اللي هو من أحسن الشواطئ، أنا نقولها بكل بلبن تحمل المسؤولية، من أحسن الشواطئ في شمال إفريقيا، وكذلك كان هناك شاطئ مرتشيكا، وكان شواطئ في إقليم دريوز اللي هي كثيرة وفيها مناظر خلابة، وكذلك معهد الشواطئ كاين كتوجد فنادق ومطاعم ممتازة وإقامات سياحية في متناول العائلات المغربية ومخيمات لما كتوجدش في أماكن أخرى. كذلك ما ننساوش بأنه العشاق ديال الرياضة، أو تاني كاين
بالقرب من المحطة الشاطئية للسعودية كنلقاو جبال بما يسمى جبال بني نسل اللي هي كتوفر على 48 ألف هكتار واللي يمكن إنسان يكون يبغى يدير الرياضة الجبلية فيها مسالك سياحية عدة وهذه المسالك السياحية كتمر بعدة مناظر خلابة كتمر بواحد المنطقة اللي سميتها زبزل فيها المياه وتفوغالت اللي هي معروفة فيها المغارات فيها مغارات الجمال اللي هي أول عملية دارت للرأس في الإنسان في تاريخ الكرة الأرضية هي دارت في هذه المغارة اللي هي مغارة تسمى مغارة الحمام وكذلك كان مغارة الجمال وكان واحد الجبل آخر اللي سميته غوروغو بن ناظور ومنطقة جايفايت اللي هي في تيسورين اللي هي في إقليم جرادة والكاف بعين صفدي وجدة وكذلك ما ننساوش الواحة اللي هي مهمة ديال فيديك إن دونك عندنا واحد التنوع في الطبيعة عندنا البحر الجبال الصحراء وكذلك العشاق ديال الرياضة عندنا الملاعب الجولف مهمين جدا عندنا جوج الملاعب 18 حفرة في السعيدية وكذلك واحد الملعب تاع الحفرة في مارتشيكا في الناظور واحد كذلك في وجدة وما ننساوش كذلك الحديقة المائية اللي هي من الجيل الجديد اللي كتستقطب الزوار كتار واللي هي اللي كانت تسمى باكوا بارك اللي هي داخل المحطة الشاطئية للسعودية وكذلك للعشاق ديال التاريخ وكذلك عندنا المدينة القديمة ديال وجدة اللي هي مشهورة بالمساجد ديالها والصناعة ديالها والبوابات ديالها القديمة بحال باب سيدي عبد الوهاب وباب الغربي والمدارس العتيقة اللي هي مدرسة المارينيين ومدرسة سيدي زيان وحديقة لالة مريم ودار السبتي إلى غير ذلك نتكلموا كذلك على العشاق ديال كما قلت لكم مسبقا الصحراء والحامات والقصابي موجودين كثير في المنطقة الشرقية وعلى رأسهم مثلا واحد اللي قلت لك في جيج اللي هي فيها بزاف ما يتشاف كاين القصور والواحات ونظام السقي القديم وكاين واحد النوع ديال التمر ما موجود إلا في فيدي اللي هو سميتو عزيزة وعندنا كذلك الحمات اللي هي كثيرة في الجهة ديالنا بحال حمات في زوان بإقليم بركان وحمات سيدي شافي بإقليم توريد وحمات بن شقور اللي هي بوجدة وحمات عين شفا وعين مسعودة بإقليم الناظور وكذلك هناك قصابي كثيرة في توريد والسعيدية ودبدو وقرسيف إلى غير ذلك دونك كاين واحد التنوع كثير لعشاق الرياضة والبحر والجبال والتاريخ والطبيعة كلها موجودة في المنطقة الشرقية. سي زكي أكيد أن هذا الكلام اللي سمعناه هذه التفاصيل مهمة في الجهة الشرقية غادي تكون محط اهتمام الكثير من الناس اللي غادي يجيوا لهاد المنطقة ولكن المعلوم في هذه الظرفية أنه كاين واحد تنافس بين الجهات لاستقطاب السائح الوطني شنو يعني عديتوا كمجلس جهوي للسياحة بالمنطقة لاستقطاب أكبر للسياحة الوطنية هذا التنافسية اللي كان من جهة محمودة تنافسية محمودة واحترافية مزيان حنا أردنا جميعا كمجلس جهوي العمل على التحديات كما قلت بطريقة احترافية ومنسقة ومركزة لتجنب انهيار أحد المحركات الاقتصادية بالجهة وقبل الافتتاح ديال المؤسسات السياحية والموسم الصيفي اشتغلنا ولن على تحسيس الفنادق والمطاعم على فترة الانتقال إلى الوضع الجديد وتطبيق من طبيعة الحال مع المعايير الصحية والتدابير الجديدة التي يمكن أن تساعد على اطمئنان السائح عند زيارته للمنطقة ديالنا وعلينا أن نعتقد أننا سنعيش مع هذا الفيروس حتى نظن نحن تولفنا به الذي قد يستمر لفترة أطول ويجب علينا نحن كمهنيين التفكير في التحسينات التي يمكن إجراؤها والتدابير الصحية الجديدة التي يمكن أن تساعد على اطمئنان السائح في عند الزيارة ديالو في المنطقة ديالنا وهذا يتطلب بطبيعة الحال تدابير وقائية معقدة تستدعي منا كمهنيين تكوين مستخدمين لهذا الغرض وتزويدهم بالمواد والتجهيزات الوقائية اللازمة للقيام بمهامهم حسب المواصفات المصدرة من طرف الصحة وهذا كذلك يتطلب واحد الميزانية كبيرة هذه الميزانية سي زكي غتزيد تعقد المشكل بالنسبة الميزانية طبيعة الحال هذا الشيء لابد خصنا نديره ولكن كاين هناك مشاكل كثيرة والمعايير الصحية هي معقدة ونحن أمام عدو مرئي غير مرئي
عدو غير مرئي بطبيعة الحال، قد يجبرنا في التخصص في النظافة والوقاية، وهذا قد يجبر الوباء على مراجعة كل شيء. نحن في حالة طوارئ، لتعزيز النظافة وإعادة التنظيم. هي مسألة إعادة تشغيل الجهاز والاستعداد للموسم السياحي بكل تفاني. لذلك فإن علينا تشغيل الفنادق ديالنا والمطاعم ديالنا وكالة الأسفار والنقل السياحي بشكل مختلف. دونك هذا هو. أما فيما يخص بحال قلت لك أقول بأن الترويج اللي يقوم به الجهات كلها، هذا دخل في إطار اختصاص ديال المجالس الجهوية والإقليمية للسياحة، اللي هو الترويج السياحي. طيب، أكبر محفز بالنسبة للمواطن والسياحة الداخلية، لحقاش كنعرفوا المعطيات ديالها، هي الأثمنة. الأثمنة في حد ذاتها يعني خصها تكون مشجعة، وفي نفس الوقت ما تكونش فيها ضرر للمستثمر في السياحة الفندقية. هذه المعادلة هي صعبة التحقيق. السي زكي، احنا فاهمين هذه القضية. السائح المغربي من طبيعة الحال يشتكي من التكلفة الباهظة، وخصوصا داخل الفنادق والمطاعم. بالنسبة للفنادق والمطاعم موجودة من طبيعة الحال، احنا هنا مثلا داخل المنتجات السياحية سواء لسعيدي او مرشيكا بالنظر، قد يدفعهم الى اختيار من طبيعة الحال وجهات اخرى. وهذا يعني انه سيتعين علينا نحن كمهنيين مراجعة العروض ديالنا، وان نقدم تحفيزات تتناسب مع تطلبات المغاربة. واللي نجح في هذه المهمة يستعين علينا من طبيعة الحال وضع واحد سياسة تسويقية وطنية بحال اللي قلت لك، جهوية قوية، من أجل توحيد المواطنين حول هذا العمل الوطني. ويجب علينا من طبيعة الحال بدون تردد كما قلت لك إطلاق واحد الحملة ترويجية محكمة وعقلانية على جميع وسائل النشر، من ملصقات وراديو وتلفزيون ووسائل إعلام مختلفة والشبكة الاجتماعية خصوصا ووسائل الاتصال الأخرى. احنا علي كما أصبح علينا احنا الآن دابا نشر وسرد كل المؤهلات السياحية التي تتوفر عليها الجهة، وبدء بالتسويق أولا جهوي ثم وطني قوي لتخفيف كما قلت لك الصدمة اللي سببها هذا الوباء. كما سيكون بطبيعة الحال من ضروري إعادة تفكير بعمق في نموذجنا السياحي المحلي من خلال التشجيع والعمل على تنمية كل المناطق الخلفية لتنويع المنتوج، حتى لا تبقى الوجهة مقتصرة على الموسمية اللي احنا عندنا في المنطقة الشرقية. وهذا يتطلب منا من طبيعة الحال دراسة ورؤية معمقة للعمل على كيفية تنمية السياحة القروية والجبلية، وكذلك العمل بحال قلت لك على الترويج، ولكن بأتمينة مناسبة وتتناسب مع الدخل المغربي ومع العائلات المغربية. وهذا ما كان عمل عليه إن شاء الله، والحملة سوف تنطلق من دابا 48 ساعة. هذه تكون حملة قوية لهذا الغرض. سي زكي، هل ترى أنه ثقافيا كيفاش حنا فاهمين السياحة؟ ما كنقولش الكل، ولكن ثقافيا السياحة حنا كنشوفوها بشكل هو عنده علاقة غير بالبحر مثلا في الصيف، قليل أو نسبة مشي كبيرة من المغاربة اللي ممكن تمشي تشوف، تمشي من أجل غوندوني مثلا، تمشي من أجل مثلا تمشي من طنجة حتى باش تشوف مثلا القصور ديال منطقة معينة، تمشي باش تكتشف ضايا معينة. هذا النوع ديال الثقافة السياحية يمكن هو اللي غادي يعقد المشكل أكثر. شنو رأيك سي زكي؟ من طبيعة الحال شوف، بحال حالنا أنا ما يمكنش نهضر على الوجهات الأخرى، ولكن إلا تكلمتك على الوجهة السياحية للمنطقة الشرقية، لأن احنا جداد القطاع السياحي في المنطقة الشرقية وجديد. احنا يالله باش تفتحت المحطة الشاطئية السعيدية هي 10 سنين، ومن طبيعة الحال المحطة الشاطئية السعيدية هي بمثابة قاطرة لتنمية المنطقة الشرقية ككل. ولكن مع الأسف كنت في بداية الأمر ما كانتش واحد المرافقة ديال المحطة بالمناطق الخلفية، كما قلتي المسالك السياحية والمآتير، تثمين المآتير وتثمين المواقع التاريخية والإيكولوجية إلى غير ذلك.
ولكن هذه داخله في الثقافه ديال 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 الانسان، ما نقولش المغربي لان كنقول الانسان، ثقافه الانسان، لانه غالبه الاحيان المغاربه يسافرون خصوصا في الصيف الا للمنتجعات السياحيه وخصوصا الشاطئيه. هذا دخل لهم في كذا في ثقافتهم. وكذلك كاين هو التسوق وكذلك زيارات الاحباب، وهذا هو اللي ما كيخليش السياحه في بلادنا تقدم اكثر، لانه السائح عندما تقول له ان والشاهد الموقع الوفلاني او الوفلاني، عاوتاني بعض المرات كيتصدم السائح ملي كيمشي للمواقع كيلقاها غير متمانه وغير مجهزه لاستقبال السائح سواء المغربي او الاجنبي. وهذا اللي كيلقى المغاربه كيهربوا من هذوك المواقع السياحيه، ولهذا لابد خصنا نخدموا المواقع السياحيه ونخدموا على المناطق الخلفيه، ولكن خصنا نجهزوها باش يمكن لها نجلبوا بها السائح، لان بدون تجهيز ديال هذيك المواقع السائح كما كان غادي يهرب من هذيك المواقع ويفضل انه يمشي لواحد الموقع اللي هو جاهز لاستقبال السائح. ولهذا عندنا عمل كبير اللي خصنا نخدموا عليه، وخصنا نعطيو الاهتمام للسائح المغربي، لان السائح المغربي كيلعب واحد الدور ديالو، واحد الدور دو كبير، وكي حتى من ناحيه الاقبال على الفنادق وعلى الشواطئ، هما تقريبا 80 50 60 70 80% من المغاربه. ولهذا خصنا نبدلوا السياسه ديالنا فيما يخص هذا الشيء ديال التنميه السياحيه، ونمشيو ما نبقاوش غير نبنيو البنايات الكبار والمنشآت السياحيه الكبار، ونخليو المنشآت المتوسطه والصغرى اللي هي يمكن تجلب بزاف ديال الناس، وخصوصا الناس المثقفين، وهذاك الشيء كي ما يبغيوش هذوك اللوكس، ما يبغيوش هذاك، كيبغيو الناس اللي عندهم اللي كيبغيو هاد لي سيت مثلا في المناطق الخلفيه، او مثلا اللي كيشوفوا لي ميوزي وكيشوفوا مثلا المناطق التاريخيه ولا لا، كتلقاهم متقفين في غالبيه الحين، متقفين ما كيبغيوش، كيهربوا على اللوكس، كيهربوا على اللوكس، كيبغيو الفيرس دي بيزي. ولكن خص يلقاو على الاقل دي جيت في مستوى، يلقاو دي ريستورون مطاعم واخا شعبيه في المستوى، والنظافه اللي هي مهمه بالنسبه للسياحه، وكذلك لونفيرونمون يكون في المستوى ديال 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 السائح سواء المغربي او الاجنبي. سي زكينا، غنعزل الكلام اللي قلتي باستراتيجيه خص المغرب كامل ويعني يتاخدها، وهي هذه المساله ديال الخلفيه وكيفاش خصها نشتغلوا عليها على اساس انها واحد العنصر اساسي، ماشي تكميلي، ماشي تكميلي للسياحه. وانا يعني شفت من بين الامور اللي تفاجات فيها هي مثلا مدينه افرا، الجمال ديالها، والمدينه جميله جدا، ولكن عين فيتال يعني شويه على المدينه، فهي ما تصدقش كيفاش تماما. شوف انا قلت لك سواء في شوف افران ولا الاطلس كله، ما عرفتش علاش الاطلس ما خذوش بعين الاعتبار كوجهه سياحيه بامتياز، لانه المناظر اللي كاينين في الاطلس ما موجودينش في منطقه اخرى، وكما للاسف مازال ما خدتش حقها. ثاني ملي كتشوف افران كمدينه نظيفه جدا، كتمشي لعين فيتال بحال اللي كتلقاها مسخه، ومازال الناس كيديو الطناجر كيطيبوا، هاد العقليه حتى ما تبقاش نهائيا، والويدان ما احترمينش، والعائلات اللي كيجيو اللي ماشي كلهم طبيعه الحال اللي كيجيو كيخليو وراهم ازبال، الحشرات والبقايا ديال الماكله والحشرات، هذا كله ما يعطيش علاش هذا الغرض ان الناس كيمشيو لخارج المغرب على هذا الشيء، لأن خارج المغرب ماشي عندهم شي حاجة أحسن منا، لا عندهم النظام فقط، عندهم النظام ولكن ما عندهمش شي حاجة أحسن منا. نمشيو لمراكش عاوتاني، نمشيو لمراكش كتخرج لوريكا راه كارثة، مراكش كوجهة سياحية عالمية، ولكن كتخرج على مراكش كتمشي لوريكا وكتمشي كذا كتلقى الجبال، كتلقى الفوضى، حتى في الآخر ساحة جامع الفنا فيها الفوضى، فيها الروائح الكارهة، ولهذا الشيء هذا الشيء اللي خصو ما يبقاش. خصنا نقولوا الصراحه، ما نقولوش كل العام زين ونسكتوا ونقولوا لا الدواء مزيانه، لا خصنا نقولوا النواقص ديالنا بكل حريه،
نقول الحاجة الزوينة والحاجة اللي ماشي زوينة ماشي زوينة. احنا مازال السياحة مازال بعاد احنا السياحة، خصنا نخدموا السياحة. السياحة ماشي هي بناء الفنادق ودير لي شي حاجة كبيرة تقول لي هذه أكبر فندق ولا أكبر كذا، ما هذا العقلية العربية خصنا ننزولها، أكبر فندق أكبر منتجع أكبر، هذا خصو ما يبقاش، هذه العقلية خصها ما تبقاش. أنا هذا أكبر فندق نصوب به المناطق الخلفية ونخدم الشباب في الجبال ونخدم الشباب في القرى ونخدم كذا ونعطي القيمة للمنتوج المحلي وكذا، هذا خصو تطلب واحد المجهود كبير جدا وإشراك السكينة وإشراك الجمعيات المدنية اللي هي اللي هي اللي هي دائما بهذه المسائل، ويمكننا نمشيو لبعيد ونخدموا الاجيال القادمه. ما حنا صافي، ما نظنش غادي نشوفوا شي حاجه زوينه في المناطق الخلفيه. انا من المدافعين على المناطق الخلفيه، انا من المدافعين والشرسين على المناطق الخلفيه وعلى سي زكي. عطينا شي نموذج من المناطق الخلفيه في الاشياء الشرقيه اللي خصو يتشتغل عليها. عطينا منطقه اللي فعلا عندها قوه ولكن الجذب ما حصلش لانه ما مشتغلينش عليها بشكل كافي. عطينا صور ولا مناطق بعينها اللي لازمها اشتغال لتعزيز هاد الفكره اللي كنتكلموا عليها الان، هو انه المنتوج السياحي راه ما يكفيش انه يكون فندق وهما ماشي منتوج مجرد بوحدو، راه كاينه امور اللي هي كتساهم في الانجاح ديالو. وبالتالي حتى داك المنتوج اللي حنا كنراهنوا عليه بحال مثلا كيف ما قلتي مراكش، كنمشيو لمراكش ولكن في حلقنا غصه لانه حنا عارفين الا خرجنا شويه على مراكش كاينه كوارث، ولا مشينا شويه في يعني هذه المساله في علاقتها بالجهه الشرقيه. شنو المناطق الخلفيه اللي كتشوفها عندها حدود انها تكون دفعه كبيره للسياحه الوطنيه في الجهه الشرقيه؟ شوف حنا غادي نتكلم لك بكل صراحه وبدون لغة خشب، أن المنطقة الشرقية واحد الوقت كانت مسموحة ما تتكلموش عليها الناس، وما كتقول له وجدة ولا بركان يقول آخي انتم بعد. الآن العكس، الآن أصبحنا بنية تحتية والمسائل اللي هي كتجلب السائح أصبحنا أحسن كثير من الجهات، يعني أصبح لنا مطارات في المستوى، عندنا مستشفيات في المستوى، عندنا طرق في المستوى. نعطيك انا مثلا كتهبط من وجدة الطائرة يمكن لك تمشي في الطريق المجدوج الى الناظور، يمكن لك تخرج من بركان تمشي لفاس في الطريق المجدوج مرور بتفوغال، ترى عاد الطريق مدارت ترى باقي 10% باش تكمل حتى المطار. عندك من بركان الى السعيدية في طريق مجدوج، من المطارات كلهم الى السعيدية في طريق مجدوج. عندنا كل البنية التحتية في المستوى الرائع والراقي، ولكن يخصنا دابا نخدمو على المناطق السياحية. نعطيك انا مثال بحال فيقيق من احسن الوجهات السياحية اللي خصها تخدم هي فيقيق، لانه فيقيق الناس ديال فيقيق بعدا الناس ديال فيقيق ديال السياحة، يعني حتى العلاقة ديالهم مع الناس مع الزوار في المستوى الكبير، لأنهم هما الناس ديال السياحة، تخلقوا للسياحة، عندهم ما يتشاف، عندهم ما يتشاف، عندهم واحد، عندهم واحد السخي قديم اللي خصو يدخل في 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 ليزارشيف، خصو يشوفوا أي مغربي، عندهم كل المواصفات أنه الفيقي تكون وجهة سياحية بامتياز. كذلك مثلا جرادة عندها امكانيات لجلب السائح، عندها امكانيات خصنا نخدموا فيها مثلا واحد المتحف ديال 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 هذاك ديال 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 التاريخ ديال جرادة اللي هو المفاحيم وهذاك الشيء. عندهم الجبال اللي يمكن نخدموا فيها الصيد السياحي، المآوي، هذا الشيء عاوتاني ينطبق على تافوغالت، على توريرت اللي فيها تاهي قصابي وفيها مثلا سدود اللي يمكن نستغلوها في الصيد، نستغلوها يا قرسيف حتى هي كذلك. عندنا 8 العاملات والاقاليم في المنطقه الشرقيه اللي هي قرسيف وتوريت والدريوش وفيقيق وجراده بركان، هادو كلهم مناطق خلابه، عندهم مناطق خلابه، ولكن خاص واحد لاتوش ديال الانسان، خاص البنيه التحتيه الان موجوده، البنيه التحتيه اللي كنقولوا عليها العماد، هي العمود الفقري والاساسي للتنميه ديال السياحه. الان البنيه التحتيه موجوده، شنو خصنا؟ واحد الرؤيه
واحد استراتيجية واضحة كبيرة لتطبيق هذه الاستراتيجية في التنمية ديال المناطق الخلفية. ما كنقول المناطق الخلفية هي ما وراء السعيدية إلى فيقيق وما وراء مرتشيكا إلى قرسيف. هنا السي زكي هذا الاشتغال خصو حتى هو يوازي اشتغال من نوع آخر، هو إقناع السائح المغربي بأنه راكين أشكال سياحية أخرى وأن المنتوج المغربي راه متنوع ماشي محصور كيف ما قلنا في الشيء اللي هو معروف. هذا حتى هو كيطلب مجهود على المستوى الإعلامي المستوى التربوي أنه لكل منطقة راه فيها الخصوصية ديالها وخصنا نتفاعلوا معها. يعني لا يكفي أن يكون المنتوج كين وحاضر، ولكن التفاعل ديالنا معه هو اللي يقدر يحدث فعلا التغيير ويحدث الصدمة الإيجابية بالنسبة للمنتوج الوطني والسياحة الوطنية عموما. حسنا نقول لك السائح المغربي خصو عاوتاني يتعلم واحد الحاجة، خصو يتعلم شوية المغامرة والاكتشاف اللي عند الناس الأوروبيين. الاكتشاف خصك تكتشف البلاد ديالك كما كانت قبل عليها، ماشي لا بد هذه المنطقة الشرقية غادي نصوالك ما تقدر ما يكون فيها حتى شي حاجة اللي ما تعجبكش، لا بد واحد الحاجة تعجبك واحد الحاجة ما تعجبكش، ولكن لا بد من الاكتشاف ديال المغرب ديالك كيف ما كان النوع ديالو. خصنا نمشيو له من زاغورا الى الداخلة ومن الداخلة الى بركان والى فيقيق. خصنا نكتشفو، خصنا نتعلمو الاكتشاف، وملي كنتعلمو الاكتشاف يمكننا نحركوا الاقتصاد نحركوا السياحة، ولكن ما خصناش نمشيو غير الحاجة اللي زوينة بزاف نمشيو لها وننساو الحاجة اللي ماشي مزيانة بزاف. هذيك اللي ماشي مزيانة بزاف خص حتى هي يكون عندها الناس ديالها بحال اللي كاين في أوروبا. أوروبا دابا كتقول له واحد واش تمشي للشاطئ يقول لك لا أنا نفضل الجبل، يقول لك لا أنا نفضل واحد المدينة اللي فيها المتاحف، واحد يقول لك أنا نفضل واحد المدينة اللي فيها مثلا المطاعم زوينين وكذا. حنا كل هذه المؤهلات عندنا في المغرب، كل المؤهلات عندنا، هذه المؤهلات في المغرب، ولهذا لابد خص شويه ديال نبدلو شويه العقليه وثقافتنا، وخص عاوتاني بحال اللي قلت لك لابد اننا هاد الناس اللي غادي نستقبلوهم نديرو لهم شي حاجه زوينه. مثلا حنا المحطه الشاطئ للسعوديه نموذجيه، انا قلت لك راه نموذجيه. ملي كتكون في المحطه في الشاطئ للسعوديه ما تقولش راك في واحد البلد افريقي، يعني كاع المؤهلات عندها واحد الميناء ترفيهي من اللي فيه 850 انو اللي هو من ثاني اكبر ميناء ترفيهي في شمال افريقيا وعبر البحر المتوسط. كذلك كاين هذاك الاكوا بارك اللي هائل، واكثر من هذا الشيء الان الجامعه الوطنيه المغربيه للسياحه الوطنيه المغربيه لكره القدم جات واحد جوج الملاعب كبار داخل المنتجع، وهذا مهم جدا لاستقطاب الفرق سواء المغربيه ولا الاجنبيه للتربوصات، وهذا يعطي واحد الدفعه قويه للمحطه الشاطئيه للسعوديه. والمحطه الشاطئيه للسعوديه فيها سكن سياحي بواحد الاثمنه مناسبه، في الحقيقه مناسبه ما غاليهش بالنسبه للعائله المغربيه، وكاين سكن اقتصادي كثار في المدينه القديمه ديال السعوديه، كاين فنادق من الحجم المتوسط، انت غادي نجمه واحده وغادي بجوج وثلاثه وحتى لخمسه النجمات، هذا مهم جدا. وكاين كذلك واحد الفندق اللي يسمى فندق الريسور مارتشيكا اللي هو فندق مصنف فندق دو ليكس، لانه عنده عاوتاني مواليه، عنده مواليه، وكاين فنادق كثار في الناظور اللي ممتازين جدا ما تلقاهمش في شي مدينه اخرى، جوج نجوم ثلاثه نجوم، مواصفات عاليه وخدمات في المستوى. وكذلك الناظور يمكن لك فيها التسوق، فيها الاكل السمك ممتاز، دونك كل شيء كاين في المنطقه الشرقيه، خص غير المغاربه يلزموا يجيو للمنطقه الشرقيه. والوباء حتى الوباء الله يرحمنا كلنا، حتى الوباء ما عندناش حنا الوباء، ما عندناش حنا مثلا في افريل من شهر افريل وفي الناظور وجده من شهر افريل ما عندنا ولو حاله واحده. الحالات اللي كاينه دابا في المنطقه الشرقيه المغاربه اللي كيجيو غير شرعيين كيجيو من الجزائر فقط، ما عندناش شي حاجه. السعوديه عمر ما كان فيها ولو وباء واحد. جميل. هذا عنصر مشجع السي زكي، شكرا على تلبيه الدعوه، واكيد اننا غنرجعوا لك باش نشتغلوا جميع على دفع
قدما السياحة الوطنية، كلنا مسؤولين وكلنا ممكن نقدموا اللي خصو يتقدم في هذا الاتجاه. كنشكر السي يوسف الزكي، هو رئيس المجلس الجهوي للسياحة، رئيس الجمعية الصناعية الفندقية للجهة الشرقية، نائب رئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية. نلتقي قريبا ان شاء الله سي زكي. ان شاء الله، شكرا على الضيافة. العفو سي، ما كنتش تكال على العفو سيدي. العفو سي زكي، شكرا باسمك وباسم كل الفاعلين في المجال السياحي. نهيب بقلبنا وكنحبوا الوطن ديالنا مما لا شك فيه، نهيب بكل المغاربة انهم يمشيوا ويكتشفوا المنطقة الشرقية، لان فيها الكثير ما يتشافوا، فيها سحر خاص نتمنى ان كل مغربي يعرفه ويحس به ويعيشه. فتحياتي لكل المغاربة، نلتقي ان شاء الله الاسبوع المقبل، الى اللقاء. كاف راديو، اجي تشوف المغرب. المغرب زين البلدان، المغرب جنة بجبالها سهولها ويدانها ورمالها. المغرب تراث، حضارة ومستقبل. أجي تشوف المغرب. أجي تشوف المغرب، جولة أثيرية في ربوع مغربنا الحبيب. أجي تشوف المغرب، راست إذاعي كيهتم بالتنوع المغربي السياحي، مع صوفيا السعيدي، كل يوم أحد ابتداء من الساعة 3 بعد الزوال، والإعادة كل سبت ابتداء من الساعة 4 مساء على كاب راديو.